احنا معانا على التليفون العالم الكبير دكتور محمد غنيم. اهلا وسهلا بحضرتك معانا دكتور، وبقاء مساء لله الخير يا يا فندم. مساء النور، الله البقاء لله. نعم. الله يخليك. يعني ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، انا مع حضرتك. يعني تمرين بالتاكيد عايزه اسمع حضرتك النهارده، يعني مشاعرك الشخصيه، امنياتك تجاه امنيه الراحل دكتور احمد زويل انه يشوف نهضه علميه بتتحقق على الارض، وحضرتك يمكن من المرشحين او منوط بيكم تستكملوا هذا الصرح وهذا الحلم. اظن احنا طبعا مصر يعني بل العالم كله قد فقد عالما فذا، لكن علينا أن نتجاوز الأحزان ونتجاوز الأسى ونكمل هذا المشروع تكريما للراحل العظيم. يعني ده اللي عاوز أقوله، لابد من إكمال المشروع ده، سواء من مباني القوى البشرية وتفعيله تكريما للدكتور احمد زويل. استكمال المشروع، يعني امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو طبعا يعني بيتكلم عن الراحل الدكتور احمد زويل وبيتكلم عن حلمه، دعا المصريين للمشاركه وللتبرع من خلال صندوق تحيا مصر، وبرضه في نفس الوقت قال انه يعني جمعنا فلوس او لا فيما معناه احنا كافلين والدوله هتشتغل والقوات المسلحه على ده. انطباع حضرتك او ازاي استقبلت الكلام ده؟ والله التزام الرئيس باستكماله ده شيء عظيم طبعا، نحترمه ونعجب به، وده جزء استكمال المباني، ده جزء في استكمال المعامل، استجلاب الباحثين يعني النابهين مصريين من الخارج ومن الداخل للعمل فيه، تعليم الطلاب في الجامعة بمستوى رفيع. يبقى لسه ده هو أعتقد مسؤولية العاملين بالمشروع. الانطباع اللي عندنا كلنا إنه الدولة يعني ما بتشعرش بقيمة علمائها إلا يعني بعد ما العالم يكرمهم وبعد رحيلهم كمان للأسف الشديد، وإنه ما بيتمش الاستفادة منهم في حياتهم وبعطائهم الممكن يقدموه للبلد. أولا شايف المسألة دي لأي مدى المفترض أنها تتغير؟ ثانيا اهتمام الدولة واللي حصل خلال كام سنة اللي فاتت، هل في ده دلالة إشارة ما على أنه هنحط العلم وعلمائنا قدام عينينا ويبقى في مقدمة اهتماماتنا؟ حضرتك طبعا عارفة أن مشروع الدكتور زويل ده مقدم لمصر، لحكومة مصر من عام 2000. يعني كان المفروض النهاردة بقى لنا 15 سنة يعني في تاريخ هذا المشروع، يعني كان في منشآت وخريجين وباحثين وحاجات، تأخرنا حوالي 15 سنة. لكن أتصور أن إعادة بعث هذا المشروع، هو كان وليد ثورة 25 يناير، يعني هو ده اللي حصل إعادة البعثة. والنهارده الرئيس السيسي هيدعمه في مبانيه وفي استكمال معداته أعتقد، وإن شاء الله خير. طيب بس عايزين المصريين يكونوا حاضرين في المشهد، يعني يبقوا شاعرين بقيمة البحث العلمي وأهميته كقاطرة للتنمية في البلد. يعني لو كلمة من حضرتك أنه يعني الدكتور زويل الله يرحمه قدر ان هو يجمع مبلغ بدأ بيه، يعني مش المرحلة الأولى كلها حتى لسه ما تمش استكمالها، لكن احنا عايزين زي ما بقول لحضرتك كده ان المصريين يكونوا موجودين ويشعروا بأهمية الصرح ده، تقول لهم ايه يا فندم؟ أنا أقول لأصحاب القرار، أقول للحكومة أن ضروري تنفيذ ما جاء في دستور 2014 فيما يختص بالبحث العلمي، تمام، وتخصيص بدقة 1% 1% من الناتج الإجمالي القومي، يعني 20 مليار جنيه. وده رقم متواضع، رقم متواضع. إذا احنا دولة الجوار الشرقية بتخصص 4.5% من الناتج الإجمالي القومي للبحث العلمي. عاوزين نقول للناس يعني عامة الشعب، هم ناس أولا أن التعليم في جميع مراحله وانتهاء من البحث العلمي له أهمية قصوى في التربية في
التربية الاجتماعية وفي النمو الاقتصادي، فسوف يعود بالخير إن شاء الله على نتائج البحث العلمي، سوف تعود إن شاء الله بالخير على هذا البلد وتضيف إلى نواتجه إجمالية إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا. ولو أديك حدك مثال، يعني شوف السوفالدي مثلا، الشركة زي عمل السوفالدي عادت على اختراع بسيط، عاد على مخترعيها والشركة التي يعملون بها بخير عظيم، يعني عميم. صحيح. يعني في حاجات كده أمثلة كثيرة من هذا النوع. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور. نعم. الكبير دكتور محمد غنيم، شكرا جزيلا على وجودك معنا.